أنا اليوم سمكة مشوية نوع اللقوز مشوية على الفحم لوقت 40 ل 45 دقيقة حسب حجم السمكة، وعندنا اثنين صوص معها بترفقها اللي هي الصوص البيروتية وطرابلسية. البيروتية هي مؤلفة من ثلاث أنواع فليفلة، بصل وثوم مع بندورة وشوية حار منزدلها. منلف الساندويش، منسخن الساندويش بالسير، منكمل بسمكة الطرابلسية، صوص طرابلسية اللي هي مؤلفة من تراتور الباص تبعولها مع بصل، مقلى البصل مع تراتور، منزيد لها بابريكا بيتقلوا سوا، منزيد لها حامض، منلف الساندويش ومنسخنها. لحظة بسخنها وبلفها ستيفن، انه بدل ما انت توقف. مرسي ستيفن، مرسي على كل شيء. شايف دقيقة اجاني تليفون، دقيقة دغري اثنين ساندوتشز لفيتهم على السريع. بغيابك لفينا اثنين ساندوتش لسمكاتي. اعطينا اياهم نشوف. خلينا ندوقيهم وتعطينا رأيك فيهم. بعرف حشوف. طيبين؟ كثير طيبين، كثير. انا على هيدا الحال تحسينها الآن؟ لا هني لايك. اي كاد رح تساعني؟ اي كاد؟